للوقوف عند الملف النووي الإيراني ومحاولات إيران المراوغة لكسب مزيد من الأوراق في اختبار واضح للإدارة الأمريكية الجديدة، ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. أستاذ طارق، مرحبا بكم. رفضت طهران الانخراط في المفاوضات بشأن برنامجها النووي الذي دعت إليه مجموعة 5+1. حل أزمة الاتفاق النووي الإيراني كيف يمكن قراءته والهدف منه؟ تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا النظام الإيراني عودنا على يعني سياسة الازدواجية كبيرة في سياسته تجاه الملف النووي وتجاه الاتفاق النووي في 2015. بعدما أعلن ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، النظام الإيراني أوتوماتيكيا بدأ ينسحب وبدأ يخصب بنسبة عالية في كثير من مواقعه في إصفهان، في طهران وفي مناطق أخرى، وزود من سنتريفيوجات المخصبة. لكن هذه المرة وبعد بعد مجيء إدارة بايدن، النظام الإيراني حاول يستقل الوضع وحاول يعني ينتهز هذه الفجوة الكبيرة اللي موجودة في تنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه الموقف الموحد، لا سيما بعد ما رفض المجلس الأمن الرجوع إلى يعني الغارات الماضية قبل الغارة الأخيرة. فالنظام الإيراني الآن يرى نفسه أنه في واحة جديدة، في حالة جديدة، يستطيع أن يعمل ما يشاء، لأن هنالك مغسمين الدول التي اتفقت مع إيران. فمن هذا المنطلق في اليومين الماضيين الإيرانيين وتحديدا روحاني رئيس النظام، رئيس الجمهورية الإيرانية، بدأ بالتواصل مع الأوروبيين، لا سيما مع الجانب الفرنسي، حتى يبدأ بمفاوضات أولا في الجانب التجاري، يبدأون سياسات جديدة. وهذا الشيء نحن رأيناه من خلال البرلمان الإيراني، 170 مندوب في البرلمان الإيراني كتبوا رسالة لرئيس البرلمان الإيراني أن يخرج إيران من فات FATF، يعني القناة المتفقة بين إيران وأوروبا في يعني إعادة السيولة المالية لإيران، الذي يعتبرون هذا هو القناة السوداء في هذا الاتفاق. أستاذ طارق، يعني هناك من يذهب إلى أن هناك دورا أوروبيا في إن صح التعبير هندسة العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، هل تتفق مع هذا الطرح؟ بالتأكيد. طبعا الأوروبيين منذ حتى قبل لا تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانوا يمسكون العصا من الوسط، فهم كانوا يعملون نوع من التعادل في الخلاف الموجود بين الولايات المتحدة وإيران. حتى بعد انسحاب وحتى قبل انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق، كان الأوروبيين دائما يقفون حينا بجانب إيران وحينا بجانب الولايات المتحدة، ولكن لم يحصل ولم تخرج أي يعني إرادة أوروبية في سبيل الانسحاب أو إضعاف أو يعني تدمير الاتفاق الذي حصل. الأوروبيين يريدون أن يستثمروا في الأسواق الإيرانية، والطريق الوحيد لحصولهم على هذه الأسواق وعلى هذه الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، لا سيما على إيران من الناحية التجارية وحتى من الناحية السياسية، هي اتفاقهم مع إيران من خلال الاتفاق النووي. لذلك دائما كانوا وما زالوا حتى يحاولوا أن يضغطوا على الولايات المتحدة أن ترجع إلى الاتفاق النووي. والدليل على ذلك أنه في آخر عملية عندما حصل في مجلس الأمن، أراد مايك بومبيو وسيد ترامب أن يعيدوا يعني الغارات المفروضة من قبل المتحدة على إيران، فالأوروبيين وقفوا بجانب إيران ووقفوا ضد هذه الخطوة، وهي التي قوت وعززت موقف أوروبا. وحتى بدأت يعني حصل هناك نوع من الرؤية المختلفة عند الإيرانيين، أو الاعتماد، الثقة يعني ازدادت بين الإيرانيين وبين الأوروبيين، فأوصلهم إلى هذه النقطة بحيث يتمادون في تحديهم للمجتمع الدولي وتماديهم وتحديهم يعني المجمع الإقليمي والمجمع الدولي، ولا سيما تدخلهم ويعني برامجهم إن كانت صاروخية، إن كانت تطوير وتخصيب اليورانيوم. كل هذه الأمور زادت بعدما رأوا الوقوف الأوروبي بجانبهم. أستاذ طارق، هل تصح مقولة إن ولاية الرئيس جو بايدن
ما هي إلا ولاية ثالثة للرئيس الأسبق باراك أوباما. بمعنى، هل أنتم متشائمون متفائلون فيما يخص سياسة بايدن تجاه نظام طهران؟ يعني بايدن خلال هذه الأسابيع الأخيرة رأى العالم من خلال تحركاتهم ومن خلال نتائج أعمالهم أن هنالك ازدواجية واضحة موجودة. فعلى سبيل المثال في الموضوع اليمني مثلا، يدين التحركات والتجاوزات الحوثية على المملكة العربية السعودية من جانب، ويقيم بإدخال 2 من قيادات الحوثيين في لائحة الإرهاب، لكن من جانب ثاني يحاولوا أن يخرجوا المنظمة الحوثية بكاملها برمتها من الغائمة الإرهاب. هذه الازدواجية هذه الازدواجية موجودة في تعامل إدارة بايدن مع كل الملفات في الشرق الأوسط. مثلا في جانب ما يغازل الإيرانيين، ومن ناحية أخرى يقصف القواعد الإيرانية على حدود سوريا والعراق. فكل هذه هي مؤشرات من الازدواجية ومن الابتزاز لأولا المملكة العربية السعودية، ثانيا لكل القوى الإقليمية التي كانت تتفاعل مع مجيء بايدن. فبايدن هو ما زال غامض بفعل هذه التحركات وبفعل هذه الازدواجيات التي نراها في المشهد الإقليمي. من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم، شكرا جزيلا لكم.